بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع وعندنا تفاصيل وكواليس وأخبار مهمة جدا. والنهاردة كمان هنتكلم على مباراة الأهلي وإنبي والاستعداد للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل. وكمان النهاردة عندنا حدث مهم جدا، الدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا اللي بتقام حاليا في رواندا. الأهلي النهاردة الساعة 9:30 هيلعب مع استاد مالي في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية البال، وإن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي موفق في بطولة الباسكت ويقدر يكسب فريق الاستاد مالي ويوصل للمباراة النهائية بإذن الله. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، لكن نبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف رأيكم في أداء الأهلي أو أفضل لاعب في الأهلي امبارح في مباراة إنبي. امبارح الأهلي كسب إنبي 2-0، فمن وجهة نظركم مين أفضل لاعب ظهر بشكل جيد جدا في مباراة الأمس؟ تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا من خلال السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آرائكم ومشاركاتكم على توقعاتكم أو رؤيتكم مين أفضل لاعب شارك بالأمس في مباراة الأهلي وإنبي. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا للطلائع، وكمان فحص طبي لعلي لطفي للاطمئنان بعد اصابته امام انبي. وفي الترند العالمي، اعلان موعد الميركاتو الصيفي والشتوي للموسم الجديد في الدوري الانجليزي. الناس في انجلترا ما بتهزرش، على طول المواعيد والتحضيرات للمواسم القادمه كلها بتبقى جاهزه، يا دوبك بس بيحدد الميعاد الرسمي والنهائي، وعلى طول مع ختام الموسم بتبدا تشتغل على الموسم الجديد. يا رب يا رب باذن الله قريب نكون ماشيين زي نظام الدوري الانجليزي خلال الفتره اللي جايه. طب النهارده في مجموعه من المباريات واستكمال عدد من المباريات سواء في الدوري المصري او عدد من المباريات في الدوريات الاوروبيه. نروح للدوري المصري، والنهارده الساعه 9:30 في مباراتين في توقيت واحد. بيراميدز بيستضيف حرس الحدود، وفيوتشر بيستضيف سيراميكا كليوباترا. طيب كاس مصر، وفي لقاء مؤجل من دور ال 32 الساعه 6 النهارده، الاسماعيلي في مواجهه مع نادي النجوم. الدوري الانجليزي اللي خلاص حسم بشكل رسمي لصالح مانشستر سيتي، النهارده السيتي خارج ارضه هيلعب مع برايتون الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. طيب الدوري الايطالي ايضا، واللي انتهى بفوز نابولي النهارده الساعه 10 مساء، انتر ميلان اللي بيستعد لنهائي دوري ابطال اوروبا النهارده هيذهب ويلعب مع فيورنتينا في العاشرة من مساء اليوم ضمن لقاءات الدوري الايطالي. الدوري الاسباني، واللي انتهى ايضا بفوز برشلونه بالدوري الاسباني، في النهارده خمس مباريات، 8:30 ثلاث مباريات في وقت واحد، اليتشي بيستضيف اشبيليا، فياريال بيستضيف قادش، ريال مدريد بيستضيف رايو فاليكانو، والساعه 11 بالليل ريال بيتيس بيستضيف ختافي، واسبانيول بيستضيف اتلتيكو مدريد. يمكن المباريات خلال الفتره الحاليه الهدف منها بس ترتيب الجدول الدوري وترتيب المراكز عشان يتعرف مين ممكن يشارك في دوري ابطال اوروبا، مين ممكن يشارك في الدوري الاوروبي. الفتره اللي جايه في خريطه جديده شويه للمسابقات الاوروبيه، فالدوريات الاوروبيه لسه فيها منافسه، ولكن مش هيكون الصراع على الفائز باللقب، لا هيكون الصراع على الفرق اللي هتحاول تقرب شويه من المراكز المتقدمه عشان تضمن مقعد في دوري ابطال اوروبا، اعظم البطولات الاوروبيه، لانها بالتاكيد بتيجي في درجه اعلى من الدوري الاوروبي. فاصل ثم نواصل، وبعد الفاصل اكيد عندنا كلام مهم جدا عن اصابات لعيبه الاهلي، موقف الشناوي، موقف علي لطفي، حمزه علاء اللي تم الاعلان عن اصابته في الساعات الاخيره، اللي ممكن يكون في الفتره اللي جايه بالنسبه للاهلي، كل ده ولكن بعد الفاصل. بالامس الاهلي فاز على انبي بهدفين مقابل لا شيء، واكد صدارته لجدول الدوري العام والمركز الاول برصيد 56 نقطه، وفارق النقاط بيتسع مع اقرب المنافسين سواء بيراميدز او فيوتشر او حتى الزمالك. احنا بنتكلم في فتره الاهلي دلوقتي لعب 22 مباراه، يعني باقي ما يقرب من حوالي 12 مباراه. عشان الاهلي يعلن رسميا بطلا للدوري العام محتاج يكسب بس من 4 إلى 6 مباريات مقبله، ده في حاله كمان اذا كان المنافسين بيفقدوا العديد من النقاط في الفتره اللي جايه. وكل ما المنافس بيفقد نقاط اكتر، كل ما عدد المباريات المتبقية عشان يعلم من خلالها انت بطل للدوري هتكون اقل، بدل ما تبقى 6 أو 7 أو 8 ممكن تبقى 5 لقاءات 4 لقاءات، يعني بيوفر علينا المشوار والطريق بشكل كويس جدا. ولكن شيء رائع جدا ان الاهلي امبارح نازل مركز من اول دقيقة على المكسب، مركز على ال3 نقاط. امبارح هدف محمد شريف، شوفوا محمد شريف على فترات طويلة ممكن ما يكونش في التشكيلة الأساسية،
ولكن معدل تهديفه السنه دي بشكل رائع جدا ومميز جدا. الهدف الثاني لاحمد عبد القادر وتسديده رائعه من خارج منطقه الجزاء، حارس انبي ما قدرش يتعامل معاها والاهلي يكسب 2-0. بص على التغييرات، طبعا في تغيير اضطراري بنتيجه اصابه علي لطفي ونزول مصطفى شوبير بدلا منه، لكن بصوا على التغييرات، شوفوا نزول السوليه، نزول قفشه، نزول طاهر. هنطمن بالتاكيد كمان على موقف حسين الشحات، عايزين نطمن على موقف الشناوي، عايزين نطمن على موقف علي لطفي. يعني رغم الايجابيات دي كلها لكن برضو عندنا نقاط مهمه، عايزين نطمن على عدد من اللعيبه بسبب الاصابات اللي ضربت صفوف الفريق خلال الفتره الاخيره. في ظل عندك مباراه مع سيراميكا يوم الاثنين اللي جاي، قبلها ب 48 ساعه عندك مباراه مع طلائع الجيش. لذلك واحنا بنتكلم على المباراه بتفاصيلها، بترتيب جدول الدوري، بتصدر المسابقه، بالنتائج الايجابيه، بتصريحات مارسيل كولر اللي كانت ايجابيه جدا، في تفاصيل ممكن ما تكونش واضحه للناس، محتاجين اكيد نروح لزميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه اخر المستجدات واخر الاخبار الخاصه بتدريب الفريق من مقر النادي الاهلي بالجزيره والقريب من ملعب التتش. كريم مساء الفل. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. عايز اطمن منك على اخبار الفريق وحاله الفريق بعد مباراه الامس، وناس كتير عايزه تطمن على الشناوي، على علي لطفي النهارده المفروض هيجري اشعه والدكتور احمد ابو عبله هيحدد الاصابه وضعها ايه، كمان حمزه علاء، فوجئنا ان حمزه كمان تعرض لاصابه عشان كده ما كانش موجود في قائمه امبارح، فكل التفاصيل من خلالك يا كريم. بالتاكيد طبعا يا محمد، في البدايه بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي على الاداء والنتيجه الحقيقه الامس، التركيز الكبير ده الامر اللي احنا بنتمناه من كل لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه جدا وصعبه ووقته ضيق جدا يا محمد بالنسبه للمباريات والاستعدادات. على سبيل المثال يمكن النادي الاهلي انهى مباراه الامس، اليوم هيكون تدريب خفيف طبعا لكل المجموعه اللي شاركت طبعا في المباراه ويكون جرعه تدريبيه كامله، بكره هيكون في معسكر ثاني للدخول في الاجواء طبعا الخاصه بمباراه طلائع الجيش ولا النادي الاهلي يوم الجمعه بمشيئه الله، عشان كده بنقول ضغط كبير جدا على اللاعبين، لكن الذكاء المهم جدا والخبرات الكبيره والجزء العلمي يا محمد اللي حابين ناكد عليه في هذه النقطه اللي هي المارسيل كولر والجهاز الفني بالكامل، لان يمكن الناس ساعات بتختلف في بعض التغييرات في توقيتها، لكن الهيت ماب الجي بي اس اللي موجود مع لعيبه النادي الاهلي ده ليه مدلول كبير جدا 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 على التغييرات وعلى الدفع باللاعبين وعلى امتى ان انا اريح هذا اللاعب. ممكن تكون قرار قاسي شويه على بعض اللاعبين ان هي ما تكونش متواجده ما تبداش، لكن هي قياسات وهي امور بتبقى متروكه فقط لغير للجهاز الفني. يعني الهيت ماب ده مهم جدا يا محمد بالنسبه للتقدير بالنسبه للجرعات، لان انت عارف لو الحمل البدني زاد الاشاره يمكن مش هتطلع المخ بشكل مطلوب، هتلاقي نفسك ان انت بتادي اداء مش المطلوب. عشان كده بناكد على الحقيقه مستر كولر في اختياراته للتشكيل، في اختياره للمجموعه التشكيل، من هيكون مين اللي هيبدا ينزل، مين اللي ممكن يتوظف. عشان كده دي نقطه مهمه جدا اللي بتخلينا نشوف النادي الاهلي بينقل عدد كبير جدا من البساط، كل لاعب واقف على رجله بلغه الكوره، ما حدش عنده اجاد. لكن هي الاصابات الامر طبعا المزعج بشكل كبير جدا، وتحديدا كمان في حراسه المرمى بنفقد الشناوي، علي لطفي كمان يمكن منتظرين الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله مع انطلاق المران في فحص طبي اكيد بالتاكيد لعلي، لكن التشخيص ده مهم جدا يا محمد، لان يمكن علي شفنا طبعا الخلفيه بتطول شويه، لكن يا رب ان شاء الله ما تكونش اصابه مطوله. حمزه علاء ايضا كمان، يعني عايز اقول يمكن امر صعب جدا على ميشيل يانكون وعلى الجهاز الفني في حراسه المرمى، لكن يعني الاخبار اللي بنطمن بيها كل جمهورنا وجمهور النادي الاهلي الحقيقه ان الشناوي بمشيئه الله ان شاء الله هيحرص عليه النادي الاهلي مشيئه الله في المباراه الاولى والثانيه يا محمد. الشناوي الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا مع الجهاز الطبي، التضحيات مهمه جدا وانقاذ الذات مهم جدا، والقلب موجود الحقيقه مع الشناوي في هذا التوقيت، مش هندفع اكيد باللاعب وهو مصاب، لكن الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا، فان شاء الله باذن الله مع البرنامج الموضوع للشناوي مع خبرته الكبيره ومع ادائه المميز جدا في التاهيل ان شاء الله بمشيئه الله يكون متواجد في مباراه الوداد، لكن احنا مش هنسبق مباراه الوداد لان عندنا لسه كمان مباراتين مهمين جدا يا محمد، اولهم مباراه طلائع الجيش، فيا رب ان شاء الله التحضيرات تكون مهمه جدا. ما نقدرش نقول النهارده ان مستر كولر هيبقى في جزء تكتيك او جزء خططي على قد ما هو يكون في جزء نظري كبير جدا طبعا في المحاضره اللي بتبدا قبل الانطلاق المران ب 45 دقيقه، الراجل بيحاول ان هو بعد كل ماتش يذاكر الاخطاء، يحاول ان هو يفهم اللعيبه التمركزات الخاطئه ايه اللي كان مطلوب من اللاعبين، فيا رب ان شاء الله يكون النهارده تدريب قوي ونطمن على عدد من اللاعبين. كمان عايزين نطمن على منعم وعلى كهربا وعلى الشحات، في عدد ما كانش متواجد محمد في القائمه لمباراه الامس، لكن يا رب ان شاء الله يحافظ على النادي الاهلي وما تكونش اصابات كبيره يا محمد. طيب دكتور احمد ابو عبله يمكن لسه ما اعلنش تشخيص اصابه علي لطفي لغايه دلوقتي، يعني هو عمل اشعه النهارده، واكيد بقى على مدار الحلقه لما تعرف المعلومه اكيد يا كريم هنسمع منك اخر الاخبار بالنسبه لاصابه علي لطفي. ولكن في مركز حراسه المرمى في ظل وجود دلوقتي بس مصطفى شوبير، هل هيتم الاستعانه بعدد من الحراس الصاعدين
مع مصطفى شبير في على الاقل يعني المباراتين المقبلتين في الدوري، لان كده حتى لو اصابه علي لطفي بسيطه وخفيفه صعب اعتقد يلحق مباراه الجمعه والاثنين اللي جاي. بالتاكيد يا محمد، يعني قبل كمان المباراه هي لابد يكون في تصعيد لعدد من الحراس، لان انت عارف طبعا التدريبات بيكون لابد يكون في عدد للتناوب طبعا التدريبات المجاميع طبعا اللي بيديها ميشيل يانكون للاعيب النادي الاهلي او لحراسه المرمى. مخلوف ممكن يكون متواجد كالعاده، وممكن نستعين ايضا كمان بعدد من الحراس من قطاع الناشئين، لكن بنامل ان شاء الله يعني علي لطفي ما تكونش اصابه قويه، تكون حاجه بسيطه جدا. مصطفى شوبير يعني بتمنى له كل التوفيق، لان من الواضح لو علي عنده اي ظروف مصطفى شوبير ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في المباراتين القادمتين. حراسه المرمى مطمنين عليها بشكل كبير جدا من ميشيل يانكون ومن الحاله المميزه جدا بين الثلاثي، لكن صعبه شويه ان انت يبقى عندك الحارس الثاني والرابع كمان عندهم اصابات. فيا رب ان شاء الله باذن الله نطمن بس في خلال الدقائق القادمه وفي خلال التوقيت اللي جاي محمد على علي لطفي، ويا رب ان شاء الله تكون اصابه خفيفه حتى لو عدى الماتش اللي جاي يكون متواجد في ماتش سيراميكا، ومن بعدها ان شاء الله باذن الله كل حدث حديث. طيب الشناوي بيجي النادي بيحضر بيعمل برنامج تاهيلي في النادي، انا عارف في كلام كتير قوي بيتقال على الشناوي الفتره الاخيره، فمحتاج اسمع منك يا كريم، انت في قلب الحدث موجود في النادي، فاكيد رغم عدم مشاركه الشناوي وغيابه لثلاث مباريات حتى في الدوري بسبب الايقاف، لكن التاهيل بيجي النادي قدامكم بتشوفوه اكيد يعني. بالتاكيد يا محمد، يعني بقول لك ان الشناوي ماشي في التأهيل بشكل مميز وطيب جدا، ويمكن بكل حذافير البرنامج الموضوع ليه من الجهاز الطبي دكتور احمد عبله. انت عارف طبعا يعني التواجد في محيط النادي الاهلي بالجزيره على طول اللعيبه بتخش على طول على المكان المخصص ليهم طبعا عند غرف الملابس، فما بيبانش ظهور كل اللاعبين وتحديدا الشناوي، لكن بنشوف الشناوي بنقابله قبل نزول التدريب، بيكون طالع من الجيم، بيكون موجود طبعا في مختص الثلج، امور عديده جدا الحقيقه بيقوم بيها الجهاز الطبي. لكن الشناوي باكد لك متواجد يوميا، ماشي على البرنامج التأهيلي بشكل مميز وطيب جدا، عشان كده بنقول يا رب ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى. وفي ايضا كمان الشناوي ان هو يلحق الفتره القادمه وتحديدا مباراه الوداد، هي يعني تعرف اصابه السمانه ومزق في السمانه بيكون صعب شويه، لكن ان شاء الله باذن الله مجهودات اللي بتبذل من الشناوي والجهاز الطبي تصب ان شاء الله في مصلحه النادي الاهلي ويكون متواجد بمشيئه الله يا محمد باذن الله. طيب كهربا منعم حسين الشحات النهارده برضو انت اكيد شفتهم قبل ما يوصلوا للتمرين، وهيبدا بقى الفتره الجايه يشوف الجهاز الفني ممكن يدفعهم بيهم المباراه الجايه، يريح لعيبه تانية اكيد هيكون في بقى رؤيه لكولر، لان كولر امبارح في المؤتمر الصحفي كريم اتكلم وقال ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، الفريق بالنسبه لي كله اساسي. نقطة مهمة جدا يا محمد، طبعا يعني الأسئلة بتكون صعبة شوية في المؤتمرات الصحفية، ويمكن أنت عارف هذا الأمر، الراجل يمكن قايم بدور كبير جدا مع المجموعة كلها، النادي الأهلي وحدة كاملة، مفيش حد يكون متواجد خارج القائمة يزعل إن هو مش متواجد في المباراة، ده أمر بيكون مهم جدا، الراجل بيشتغل مع كل اللعيبة، الاختيارات بتكون مهمة جدا، السكواد الكامل الراجل بيشتغل معاه بشكل كبير، ممكن يكون في بعض اللعيبة ما عندهاش طبعا يعني حسيت الماتشات المستمرة، لكن الراجل بيحاول أيضا كمان بعد المباراة تلاقي في تقسيمة بطول الملعب، عدد من الناشئين طالع، الراجل بيحاول يجهز الكل، عشان كده بنشوف شريف الحقيقه رغم ان هو ما بيلعبش بشكل مستمر لكن بيأدي اداء مميز وبيحرز اهداف. عبد القادر يمكن الناس انتقدت بشكل كبير عبد القادر الفتره اللي فاتت، ربنا بيوفق، ده مش من فراغ لان التوفيق بيجي للمجتهد، بيجي للي بيأدي تدريبات كويسه جدا، الراجل قال انا عايز اللعيب يطلع 100% في التدريبات، عشان كده دي نقطه مهمه جدا، المجتهد في التدريبات هيكون ليه فرصه مهما كانت الظروف، مهما كان تغيير الادوار، ده مش مع مستر كولر، ان الراجل بيحاول ان هو يوظف كل اللعيبه في اي مكان، شفنا كريم فؤاد بشكل كبير، شفنا مروان، بنشوف كهربا، عشان كده بنقول كولر مدرب ملتزم بشكل كبير جدا، عنده عدل الحقيقه في توزيع الادوار وفي توزيع المهام وفي ايضا كمان في اختيار التشكيل، يا رب ان شاء الله يستمر في هذا الاداء المميز مع لعيبه النادي الاهلي، ولعيبتنا ايضا كمان تكون عامل مساعد بشكل كبير جدا، لان هي مرحله مهمه جدا يا محمد. نقفل بس موضوع الدوري خلال المباراتين القادمتين، والهدف اكيد بالتاكيد لمستر كولر وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي هي البطوله الافريقيه. تأكيد بالتأكيد طبعا. طيب زميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل دقائق قليلة من انطلاق مران الفريق، لأن كولر ما اداش راحة على طول في اليوم التالي لمباراة إنبي، كان في تدريب وفي محاضرة ومفيش وقت، يعني النهاردة بنتكلم الأربع تدريب خفيف، وبكرة الخميس تدريب خفيف لأنه هيدخل معسكر، ويوم الجمعة المباراة. امبارح كولر في المؤتمر الصحفي قال جملة مهمة جدا، قال يا جماعة مفيش تدريبة واحدة بقدر اجمع اللعيبه كلها في توقيت واحد عشان اعمل تكتيك او اعمل تدريبه في اطار واحد، سواء بقى في الاعداد البدني، في الاعداد، في التكتيك، في الشغل الفني. الراجل امبارح اتكلم في النقطه دي، ودي نقطه عدت على ناس كتير قوي، دي نقطه مهمه جدا، فكره ان الراجل مش لاقي تدريبه واحده يقدر يجمع فيها الفريق
لان في مجموعه مثلا بتعمل مختص ثلج، وفي مجموعه بتعمل استشفاء، وفي مجموعه محتاجه زياده معدلات اللياقه البدنيه، وفي مجموعه واخده اجازه، وفي مجموعه مصابه، يعني كان الله في عونه. لكن بامانه كولر حتى الان نجح بنسبه 100%، ويا رب ان شاء الله يكمل الفتره الجايه بنفس نسبه النجاح، لان الفتره اللي جايه هو داخل على يعني مواقع او مباريات فاصله، نهائي افريقيا وحسم الدوري في الاربع خمس مباريات المقبله. طيب في تفاصيل فنيه ولكنها ممكن تاخد اطار يعني تحليل رقمي او رؤيه من خلال مشاركه الاهلي في الدوري في الفتره الاخيره. اولا نتائج، ايجابيات، اهداف، عدد انتصارات منذ لقاء صن داونز، نتائجك المحليه والافريقيه الحمد لله الكيرف بتاعها عالي جدا وماشي بارقام مميزه جدا، عدد الباص اللي بتعمله في كل مباراه، يعني ارقام بصراحه ما شفناهاش حتى لما الاهلي كان بيفوز باثنين دوري ابطال افريقيا في المواسم السابقه. فباذن الله كل الجهود دي تكلل بالنجاح، ولكن في تفاصيل محتاجين نركز عليها. وبما ان السوشيال ميديا في من امبارح لغايه النهارده كل كلامها على معدل الفوز، الاهلي لعب كم مباراه، الاهلي احرز كم هدف، الاهلي عمل كم تمريره، كل التفاصيل دي اكيد هنركز فيها النهارده في الترند عبر السكايب مع المحلل وال الناقد الاستاذ ايمن جلبرتو، اللي بالتاكيد هنروح معاه دلوقتي من خلال ترند اونلاين ونفتح السكايب ونشوف ازاي في تحضير لكل التفاصيل دي من خلاله. ايمن مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ايه الاخبار؟ كله كويس الحمد لله، طول ما الاهلي بخير الدنيا هتبقى بخير ان شاء الله. الحمد لله. فضل ونعمه. طيب عايز اعرف منك يعني مباراه انبي بالامس ومباراه الدوري اللي كانت ممكن سبب رئيسي في خساره الاهلي للدوري في السنتين اللي فاتوا، الوضع اختلف السنه دي، الوضع اختلف لان حتى الفرق لما بتنزل تلعب الاهلي حاسه ان هي هتخسر من قبل ما تبدا المباراه. ايه اللي اختلف؟ ايه اللي انت شايفه المره دي مختلف عن الفتره اللي فاتت؟ لا يعني اهم حاجه طبعا زي ما انت قلت كده كولر نجح ان هو في الفتره دي اللي هو مسك فيها الفريق وتجاربه في الدوري. طبعا احنا بنتكلم ان انت دايما عندك في مصر زي ما انت كده عندنا ضيق وقت في كل حاجه، لان الاهلي دايما بيلعب مباريات مضغوطه، الموسم بيخلص تلاقي نفسك اصلا بتلعب في افريقيا، بتلعب سوبر، بتلعب دوري، في منتخب. فكولر اصلا نفسه فعلا فكره الوقت عشان خاطر ان هو يصحح اخطاء بشكل يعني مستمر ده صعب. يمكن الفتره الاخيره دي الحمد لله كان في شويه وقت يعني. فاهم حاجه حصلت في الدوري فعلا زي ما انت بتقول كده هي فكره ان انت رجعت تاني تكسب المباريات اللي انت المفروض تكسبها وتجمع فيها النقط من غير زي ما كان من غير ما يبقى الموضوع صعب عليك، من غير ما تعمل مجهود زياده. فده اللي بيخلي لك امورك سهله ان انت لحد دلوقتي ما بتلعبش في الدوري، يعني احنا الاهلي قعد فتره طويله ما بيلعبش في الدوري لكن هو متصدر المسابقه عكس السنتين اللي فاتوا كنا برضو ما بنلعبش فترات كبيره في الدوري بس كنا بنرجع نلاقي نفسنا مضغوطين لان لازم تكسب معجلاتك عشان خاطر ترجع تاني للمركز الاول، وده اللي كان بيبقى بشكل ضغط كبير على اللعيبه. فكولر للامانه يعني رجع الحته دي، القوه بتاعتك محليا ولهيبتك المحليه ان هي ما ينفعش. كان طبعا في بعض المباريات وبعض الظروف كان الامور تبقى صعبه في الموسمين اللي فاتوا باخطاء من النادي الاهلي للامانه في بعض المباريات، وفي بعض المباريات الاخرى كان التحكيم بيضغطك بشكل كبير، غير الجدول كان بيضغطك بشكل كبير، فهي كانت عوامل كلها ساهمت ان انت تخسر الدوري سنتين متتاليتين. لكن المره دي لا، الامر مختلف تماما. الاهلي زي ما انت بتقول كده شرس هجوميا، الاستحواذ بتاعه قوي جدا ومش استحواذ سلبي، لا ده هو بيتحكم في رتم المباراه زي ما هو عايز. دي المباراة الثانية على التوالي للنادي الاهلي بنتكلم اكتر من 700 تمريرة، واعتقد ان مع الاستمرارية ممكن النادي الاهلي يخش في الفئة بتاعت اللي احنا كنا بنشوفها في برشلونة ومانشستر سيتي اللي هي تنار تعمل 1000 تمريرة في المباراة. اعتقد مع كولر ممكن توصل للمرحلة دي. 17 فوز في الدوري، 42 هدف سجلتهم، دخل فيك 7 اهداف، مباريات كتيرة جدا كلين شيت. يمكن الحاجة اللي عايز أضيفها في الحتة دي قبل ما ننتقل لجزئية تانية يا محمد، إن التعلم من الأخطاء رغم ضيق الوقت لكن هو بيعرف إزاي يعني يتعلم من أي خطأ. لو تفتكر كده في بداية الموسم الأهلي تعادل 3-4 ماتشات كده، منهم المصري، تعادل مع سموحة، سيراميكا، فيوتشر، كان كام ماتش كده ورا بعضه تقريبا قبل ثلاثية نادي الزمالك. فدي فترة زي ما نقول كده هو اتعلم منها بسرعه، يعني قدر ان هو بسرعه ازاي خرج منها عشان خاطر
كملت في الدوري وكملت في افريقيا، وفي النص خدت ثلاث بطولات، كاس وسوبر ويعني نهائي الكاس، وخدت اثنين اثنين سوبر. سوبر. بالظبط. فلا يعني نتكلم موضوع تصحيح الاخطاء ده مهم جدا. هو ما عندوش وقت كافي ان هو يعني يعدل اللي احنا كلنا مستنيين نعدله، ولكن بالرغم ده هو بيقدر يتعامل مع الظروف دي، ودي من اهم السمات اللي موجوده في كولر، ودي حاجه احنا كنا فعلا نفتقدها الفتره اللي فاتت. يعني طيب ايمن، برضو في نقطه مهمه كولر اتكلم عليها وهو بيتكلم على تصحيح الاخطاء، في جزء هو عايز يتعامل فيه ولكن محتاج جهاز للتدريب على ضربات الراس، لان هو شايف معدل اهداف الاهلي في جزئيه ضربات الراس قليل جدا. التفكير في حد ذاته في الجزئيه دي كناحيه فنيه، وانا اول مره اسمع مدرب في الدوري المصري، مش هتكلم على بره لان بره الدنيا اختلفت كتير قوي عن اللي بيحصل في الدوري المصري، ولكن في الدوري المصري لا، كولر استمراريته مع الاهلي وادائه وافكاره وشغله الفني ممكن يودي الكره المصريه لمكانه يعني كنا مفتقدينها منذ رحيل مانويل جوزيه بكل امانه بصراحه. يعني طبعا يا محمد، يعني اكيد احنا طبعا يعني ايه فكره ان دايما فعلا بندور على حد شبه مستر مانويل جوزيه، لان مستر مانويل جوزيه في الحقبه بتاعتنا دي هو اكتر مدرب كان متوافق معانا وماشي معانا ويعني حفظنا كده. فاعتقد كولر من سماته الشخصيه زي ما قلنا كده، يمكن ارجع معاك، انا في قناه النادي الاهلي من 8 شهور كنت اول لما الاهلي اعلن تعاقده مع مستر مارسيل كولر اتكلمت في بحث اتعمل في النمسا عن سمات شخصيه وحيل تقدر تتعلمها من مارسيل كولر عشان تبقى مدير ناجح. واللي عمل البحث ده هو بالمناسبه راجل مش كوير، يعني راجل مش بتاع كوره، هو راجل تقريبا كان راجل اقتصادي، لكن تاثر بمارسيل كولر لدرجه ان هو عمل عليه بحث وقال ان الراجل ده عنده سمات وعنده امور لو نفذتها في اي حاجه في حياتك بره الكوره هتنجح. كل ده هو بيطبقه حاليا في النادي الاهلي، منها الحته اللي انت بتقول عليها دي، فكره ان هو النهارده لمس ان عندنا مشكله، فكره ضربات الراس، الاهداف لضربات الراس، طب علاجها ايه؟ علاجها علميا ان احنا نستخدم الجهاز الفلاني. طب ده يتجاب منين؟ يتجاب من المكان الفلاني، على طول نستخدمه. كولر راجل بقاله 7 شهور بنتكلم الحمد لله محقق انتصارات عظيمه، بطولات، الماتشات اللي خسرها بنتكلم، خسر من ريال مدريد، خسر من في كاس العالم للانديه، خسر مباراه واحده اللي هي او المباراه البرازيلي يعني دوري ابطال افريقيا اللي تفتكرها بتاعت سان داونز، ولكن بيتعلم. لكن لا شفنا بقى حد بعد كل الكلام ده وبعد كل الحاجات التكتيكيه اللي بنشوفها منه والحلول وازاي الاهلي بيغير طريقته في المباراه الواحده حسب المباريات، ما شفناش حد قال عليه بروفيسور، ما شفناش حد قال عليه انه المدرب الافضل في مصر خلال السنين الاخيره. يعني الناس ما بتديلوش حقه، مع ان ده الطبيعي ان انت لما تشوف شغل بهذا الحجم تدي مدرب ده حقه، ولكن خلاص احنا هذا هو قدرنا، احنا في النادي الاهلي احنا اللي هنديله حقه وهنسنده اكتر. يعني اذا كان احنا بنسنده ده الطبيعي، لا احنا هنسنده بشكل اكبر كمان، لان شغله هو اللي بيتكلم عنه، مش حاجه تانية يعني. طيب في جزئيه تانية برضو السوشيال ميديا بتتكلم عليها، والكلام ده كان يعني كان ترند حتى في شهر يناير اللي فات، الاهلي في اشد الحاجه الى راس حربه. تيجي تبص على معدل اهداف الاهلي من يناير لغايه النهارده هو الاعلى والافضل في دوري الابطال وفي الدوري المحلي. كيف تعامل كولر مع هذه النقطه تحديدا في ظل ضغوط كتيره جدا على السوشيال ميديا، وكولر اتكلم عليها قبل كده بس قدر يتعامل مع الموضوع ده لحين انتهاء الموسم ثم التفكير في الموسم القادم؟ زي ما احنا قلنا، يعني هو الراجل دي من يعني هو دايما بيدور على الحلول، دايما بيحاول يشوف في ايده ايه الادوات اللي معاه يقدر يستفيد منها. في بدايه الموسم كنا نقدر نقول ان يعني شريف حسين غير موفق، هو اللي كان ابتدى يعني كان بياخد اساسي بعد ما نزل مباراه الاسماعيلي وجاب هدف، بعد كده بعد محمد شريف كان يعني موفق ومش موفق في مباريات بيسجل فيها، لا لكن النهارده بمجرد حاول ان هو يكتشف بيرسي تاو او سافيو في هذا المركز، لكن حس لا ان برضه مش هيدوله اللي هو عايزه في المركز ده. وشوفنا ازاي
بيرسي تاو بعد كده والطفره اللي حصلت في مستواه فرديا وجماعيا، عوده كهربا، وحتى هو اتكلم ان كهربا رغم ان مش مركزه مهاجم صريح، ولكن هو قدر النهارده ان يستغل الدوافع اللي عند كهربا للعوده، وهو كمان قال في مؤتمر صحفي قبل كده انه ازاي بيحاول ان هم يتعاملوا مع كهربا نفسيا عشان يخرجوه من اي ضغوط بيتعرض لها. فالنهارده لما كهربا استفاق او يعني هجوميا ادى للراجل عايزه بقى من هداف الفرقه، شفنا ان محمد شريف نفسه تطور لان لقى ان برضه في منافسه في المركز، وان ومع التدريبات النهارده لقينا محمد شريف النهارده هداف الاهلي في الدوري، رجع ان تاني عندنا المهاجم بتاع النادي الاهلي موجود ضمن بينافس على قائمه الهدافين، لسه مستنيين من محمد شريف ما هو افضل أكيد. كمان الموضوع بس مش في راس الحربه، هو النهارده ازاي حسين الشحات عاد لمستواه وساهم بدور المعدل التهديفي يزيد، بيرسي تاو النهارده انت حمدي فتحي نفسه لاعب الثمانيه والادوار اللي هو بيقدمها هجوميا ساهمت ان الراجل بيهدف، فانت النهارده محمد عبد المنعم كمدافع حتى بيتقدم وبيسجل، فانت النهارده هو ابتدى يدور على كل الحلول، ايه الحلول اللي عندك في الورق المتاح معاك والادوات المتاحه معاك عشان خاطر في النادي الاهلي انت مش هتفضل الحجج والمبررات مهما كانت الجمهور مش هيستحملها أكيد. او الجمهور مش هيتقبلها، احنا في النادي الاهلي نادي عملي، نادي دايما بندور ازاي نستخدم كل الحاجه المتاحه قدامنا لحد زي ما انت قلت كده فتره الانتقالات هتيجي، الراجل ان شاء الله باذن الله في الوقت ده يعني يكون اضاف لخزينه النادي الاهلي واضاف لتاريخه بطولتين باذن الله ان شاء الله يكونوا من نصيبنا، وقتها تقدر بقى وانت بتتكلم ان انت هيبقى عندك لعيبتك استعدتهم جبت كمان اضافات، فالنهارده يبقى نرجع تاني للحقبه بتاعه زي ما بنتكلم والحقبه اللي احنا كلنا بنتمنى نرجع نشوفها تاني بتاعه 2005 ان النادي الاهلي يبقى عنده في الاساسي زي البديل، وهو اتكلم في المؤتمر الصحفي وما عندوش الفكر ده، عنده اهم حاجه اللي بيديله في التمرين 100% هيلعب، والنهارده عشان خاطر البطولات اللي محمد سعيد دايما هو اللي بينفرد بيها وبيكشفها لنا، السوبر ليج اللي جاي وطموحاتنا بقى مع السوبر ليج عشان خاطر الجوائز، واحنا طبعا المهندس خالد مرتجي اتكلم ان النادي في اشد احتياج دايما لمصادر دخل وعمله صعبه، فالنهارده بطوله زي السوبر ليج، بطوله زي كاس العالم للانديه اكيد بطولات مهمه كمصادر دخل للنادي الاهلي، فلو القائمه بتاعتك قويه فريقك قوي مستقر هتنافس وهتكسب بطوله وكمان هتكسب جوائز ماليه. أيمن أنا بشكرك بجد على الإضافة وعلى الشرح وعلى التحليل في كل التفاصيل اللي اتكلمت فيها، شكرا جزيلا يا أيمن. شكرا يا محمد، وده شرف كبير ليا وبسعد دايما بالتواجد في قناة النادي الأهلي ومعك. بإذن الله، شكرا جزيلا للزميل العزيز أيمن جلبرتو، وتحليل رائع جدا على الفترة السابقة والمباريات القادمة والأهلي بيحتاج إيه وبيشتغل على إيه عشان الفترة اللي جاية، يعني حاولنا قدر الامكان نقربكم شويه من الصوره لان السوشيال ميديا جزء من البرنامج ودايما بتطرح تفاصيل النهارده حبينا نتكلم فيها من خلال تريند اونلاين عبر السكايب مع الزميل العزيز ايمن جلبرتو. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب اخر خبر، يمكن خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا كان عندنا قضيه متعلقه بالكابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق واللي كان عايز يشارك في كرسي الفيفا اللي هيتم تنظيمه في مصر ان شاء الله يوم 12/6 المقبل، وعمل معانا مداخله وشرح فيها كل التفاصيل وقال الازمه مين المسؤول عنها، وكلنا عرفنا وسمعنا ودخلنا في كواليس التفاصيل وعرفنا ان كانت الازمه بسبب الكابتن احمد ابو العلا المدير الاداري للجنه واللي بعت اسمه بعت اسم الكابتن محمد ابو خاطر مؤدي اللياقه البدنيه دون الرجوع لاتحاد الكوره ودون الرجوع للجنه الحكام. اخر المعلومات اللي وصلت لي في هذا الملف ان اتحاد الكوره على طول اتحرك وطلب ان يحصل تعديل على الاسامي اللي اتبعتت، وحتى هذه اللحظة طبعا بحاول أعرف من الأسامي اللي ممكن تكون بديلة للأسامي اللي اتبعتت، يعني في ترشيحات، في ناس بتقول الكابتن محمد فاروق ممكن اسمه يروح، في كلام إن ممكن الكابتن طارق السامي يروح مكان الكابتن محمد أبو خاطر، في كلام إن الكابتن سمير عثمان ممكن هو اللي يكون مرشح لكرسي المحاضرين اللي هيتنظم في مصر من خلال الفيفا، وممكن يكون كمان اسم الكابتن جهاد جريشة. دي الأسامي اللي أنا سمعت يعني تفاصيل عنها كده، وكمان ممكن كمان يكون معاهم اسم الكابتن ايمن لجيش، بمعنى ادق ان اي حد من الحكام او من الكوادر السابقه اللي ما كانتش خدت الكورس من الفيفا هيتم الدفع بيها عشان يبقى عندنا اكتر من كادر تحكيمي في هذا الملف، ظل ان الكابتن احمد ابو العلا اصلا محاضر دولي
كابتن تامر دوري قبل كده محاضر دولي، عندنا الكابتن جمال الغندور، عصام عبد الفتاح، محمد ابو خاطر حتى عضو اللجنه واللي هو المعد للياقه البدنيه، كده كده حضر الكورس ده اكتر من مره، فالافضل تتبعت اسماء ووجوه جديده، لكن هنستنى ونشوف ايه اللي هيحصل بشكل رسمي خلال الساعات اللي جايه. واحنا زي ما بنوعدكم دايما لما بنفتح ملف وقضيه ما بنسيبوش الا لما نوصل للقرار النهائي، وهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح بقى لترند الاهلي، وترند الاهلي النهارده فيه كلام كتير قوي، بتتكلم على مباراه امبي، بتتكلم على لعيبه مصابه، بتتكلم على التحضير لمباراتين المقبلتين في الدوري، حتى الارقام القياسيه اللي اتحققت في الفتره الاخيره، كل ده النهارده السوشيال ميديا ركزت عليه من خلال ترند الاهلي. والبدايه من كوره بلس، قلق في الاهلي بعد اصابه علي لطفي بشد في العضله الخلفيه في مباراه الامس امام امبي. امبارح علي لطفي يمكن تم استبداله ونزل مكانه مصطفى شوبير، والنهارده المفروض في اشعه يجريها علي لطفي عشان نطمئن على اصابه علي، ويعني نتمنى يا رب باذن الله يمكن سواء في نهايه الحلقه او في البرامج بعد برنامج الترند سواء السادسه او حتى مساء اليوم في البيت الكبير باذن الله هيكون في موقف رسمي ومعلن من الجهاز الطبي، وساعتها دكتور احمد ابو عبله يقول وقتها اصابه علي لطفي عباره عن ايه، الشد درجته قد ايه، يلحق الفتره اللي جايه ولا لا قدر الله ممكن تكون مده اطول. المهم قدر الامكان نحاول نطمنكم، بس اول ما يتم اعلان رسمي من قبل الجهاز الطبي لدكتور احمد ابو عبله. طيب نروح لحساب كوره 11 والكلام متواصل على علي لطفي. كوره 11 قالت علي لطفي تعرض الى اصابه في العضله الخلفيه خلال مباراه الاهلي وانبي، واكد الدكتور احمد ابو عبله ان الجهاز الفني فضل استبداله خوفا من تطور الاصابه. طبعا الاصابه الخلفيه اول ما تحس بالشكه في العضله على طول لازم تخرج، لان لا قدر الله الشد ده درجات، لو انت كملت الشد ده ممكن يوصل لدرجه يعني المزق لا قدر الله يعني. فعشان كده كل ما تحس بشد او حتى اجهاد على طول بترفع ايدك للجهاز الفني والطبي عشان تستبدل عشان الاصابه ما تكبرش. لو الشد خفيف مباراه امبارح ممكن تريح الماتش اللي جاي وتلعب الماتش اللي بعديه، لكن لو كملت وانت مصاب لا قدر الله ممكن توصل لمزق، فبدل ما يبقى فتره الغياب 3 4 ايام اسبوع لا قدر الله ممكن توصل لشهر. لكن هننتظر بقى التصريح الرسمي من دكتور احمد ابو عبله، لكن هو شرح لنا امبارح الاصابه لما تعرض لها والاستبدال اللي تم بنزول مصطفى شوبير، وكل الثقه والدعم لمصطفى شوبير خلال الفتره اللي جايه، دعم كبير جدا، عندنا حارس واعد موفق ومتالق وشخصيه وكاريزما، كل المواصفات اللي ممكن تشوفها في حارس المرمى من خلال متابعتي حتى وجودي من ايام قطاع الناشئين وجود مصطفى حتى في الفريق الاول، لعيب او حارس مرمى ان شاء الله باذن الله بينتظر مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ومش هنقيم مصطفى من النهارده، مصطفى شوبير شارك قبل كده ولعب قبل كده سواء في فتره فايلر او حتى في فتره بيتسو موسيماني، فكلنا عارفين امكانياته وعارفين ان شاء الله الفتره اللي جايه حتى لو شارك في المباراه اللي جايه او اللي بعدها ان شاء الله هيكون سد منيع في حراسه المرمى. الوطن سبورت بيتكلموا على تطورات جديده في اصابه الشناوي وفرمانا من كولر للحارس قبل نهائي افريقيا. الكلام في حد ذاته ان يعني الجهاز الطبي بيكثف محاولاته مع محمد الشناوي عشان يلحق ان شاء الله مباراه افريقيا في ظل الاصابات اللي ضربت حراسه المرمى علي لطفي وكمان حمزه علاء، لان كمان حمزه علاء تعرض لاصابه في الغضروف الخارجي للركبه. انا اقول لكم على مش معلومه بس انا عارف شخصيه الشناوي، الشناوي لو برجل واحده هيقدر يحرس عرين مرمى النادي الاهلي، وانا عارف شخصيه الشناوي الفتره اللي جايه لو البرنامج التاهيلي في اليوم على مرحلتين الشناوي هيكثف البرنامج التالي ويخليه ثلاث مراحل عشان يلحق المباراه باذن الله، وباذن الله ان شاء الله الشناوي هيكون جاهز خلال الفتره اللي جايه ومفيش اي ازمه خالص في الملف ده، ونركز بس على ملف الدوري في الفتره اللي جايه. في الجول، خبر في الجول، حمزه علاء حارس الاهلي يشعر بالم في الغضروف الخارجي للركبه، اللاعب قطع شوط كبير في العلاج لكن هناك صعوبه في اللحاق بنهائي افريقيا، ده خبر من خلال موقع في الجول. عشان كده امبارح كان الحارس اللي كان موجود في القايمه مع علي لطفي ومصطفى شوبير كان مصطفى مخلوف، ما كانش حمزه علاء، وكنا عارفين ان حمزه علاء هو المقيد في القايمه الافريقيه مع مصطفى ومع علي ومع الشناوي. طيب نروح كمان لحساب يلا كوره ولغه الارقام والحديث عن لغه الارقام. الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر بيقولوا ارقام الاهلي مع كولر اقوى خط هجوم ب 42 هدف، بس قبل كل ده هو متصدر الدوري. اقوى خط دفاع بسبع اهداف، لم يتلقى اي هزيمه، حافظ على نظافه شباكه في 15 مباراه، كل ذلك ولعب بس 22 مباراه فقط. نمسك الخشب ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله، والتتويج باخر بطولتين في الموسم دوري الابطال و
الدوري العام. حساب يلا كورة، يلا كورة يكشف ما هو جهاز القدرة الهجومية الذي طلبه كولر من الأهلي. امبارح كولر في المؤتمر الصحفي قال إن في محاولات لاستخدام جهاز من أجل الاستعانة به الفترة اللي جاية، وقال الجهاز ده بيعمل على زيادة نسب التوقع الصحيح لدى اللاعب في التعامل مع الكرة، بجانب مساعدة اللاعب على زيادة القوة البدنية في التعامل مع ألعاب الهواء سواء للمهاجمين أو للمدافعين. الهدف من طلب كرة لتدريب اللاعبين على الكرات الرأسية والهوائية، لأن الفريق عانى كتير قوي من إهدار الفرص في الجزئية دي، وبالتالي هو عايز يطور وينمي هذه الجزئية من خلال جهاز هيشتغل عليه الفترة اللي جاية، وده جهاز لقياس قوة العضلات وجهاز آخر قوي لتحسين أداء حراس المرمى في التعامل مع مسار الكرات. الكرة أصبحت علم، وعشان تشتغل بشكل علمي لازم تشتغل من خلال دراسات وتحضير من خلال أجهزة. أنا أعتقد يعني في أجهزة كتيرة من دي مش موجودة حتى في الدوري المصري ولا مع أجهزة فنية كتير. عشان كده النادي الأهلي لما بيشعر إن في نقص في جزئية معينة، وأول ما المدير الفني بيطلب على طول طلباته مجابة. فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يعني زي ما قال كولر امبارح، بس يعني إيه الموضوع الاستخلاص الجمركي يخلص بسرعة، وإن شاء الله الجهاز يكون موجود في ملعب التتش عشان الفريق يتمرن عليه. حساب اليوم السابع، كولر يتحدث مع نجوم الأهلي اليوم عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة. هي اليوم السابع بس، مش هقول مصدر أو خبر، هو بيتوقع إن قبل بداية المران في المحاضرة لمدتها 45 دقيقة كولر هيجتمع باللعيبة وهيتكلم على إهدار الفرص. وطالما هيتكلم على إهدار الفرص أكيد كل كلامه هيكون موجه لاثنين، أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. أحمد عبد القادر بيعمل كل حاجة في الكورة، ولكن في أوقات بيتصرف تصرفات يعني بيبقى سريع، ممكن عايز يجيب كرة أو هدف جمالي شوية فيخش يرقص واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وممكن يحس إن الكرة لو شاطها تيجي جون زي جون امبارح. بس أحمد عبد القادر لازم يعرف إن الكرة فيها التوفيق بنسبة كبيرة، ممكن تعمل كل حاجة في الكرة وهتجيب جون عالمي ولكن التوفيق ما يكونش معاك، وممكن كرة صعبة جدا بتسديدة بلطشة من على 18 تلاقيها دخلت مثلا في المقص. فهي الكرة كده. النهارده كولر هيتكلم اكيد على مساله اداره الفرص، ولما بيستعرض مع اللعيبه الهايلايتس الماتش اللي فات اكيد بيتكلم على بعض الاخطاء الفنيه اللي تمت، وكان ابرزها اهدار الفرص، لان اعتقد للمباراه الثانيه او الثالثه على التوالي لاحظناها من خلال عبد القادر وطاهر، ظهرت في ماتش الترجي في تونس الاهلي كسبان 3 وكان ممكن يعمل سكور، وكمان حصلت في مباراه امبي بالابس. طيب نروح كمان ونشوف ايه اللي معانا في ترند الاهلي وملعب القاهره 24 بيتكلم على حسين الشحات. شكوك حول مشاركة الشحات في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري. طبعا كلنا عارفين إن حسين امبارح ما كانش موجود في المباراة والجهاز الفني منحه راحة مع كهربا وعبد المنعم، لكن في مصدر قال إن الشحات النهارده هيخضع لفحص طبي عشان نطمئن على حالته وحسم موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة. ما تقلقوش إن شاء الله كل اللعيبة هتكون جاهزة على موعد النهائي إن شاء الله. سبورت 360 مصرية بيتكلموا على محمد شريف، سجل 7 أهداف في اخر 7 مباريات مع الاهلي في الدوري، سجل هدف في انبي، سجل هدف في سموحه، في فاركو، المحله، ماتش الداخليه ما احرزش فيه اي هدف، البنك الاهلي والزمالك احرز فيه هدفين، تالق رائع جدا لشريف في اخر 7 مباريات لعبهم احرز فيهم 7 اهداف. عشان كده بقول لكم شريف السنه دي معدل الاهداف بتاعه مميز، وما ننساش ان شريف كان هداف الدوري المواسم اللي فاتت، شريف كان هداف الدوري وتخطى كمان ال50 هدف وهو لسه في بداية مشواره في الدوري العام آخر 2-3. فبإذن الله شريف من المهاجمين المهمين جدا، ولكن أحيانا بيصادفوا سوء توفيق وأحيانا الجمهور بيقرص شوية على شريف، بس على فكرة نقد الجمهور ده هو اللي مخلي الأهل ولعيبة الأهل في الحالة اللي احنا شايفينها. ما عندناش لعيب لو كسب بطولة بنطلعه لسابع السماء ونقول خلاص احنا كده جبنا البطولة فاللعيب ده بالنسبة لنا أصبح أسطورة. لا، جماهير الأهل بتتعامل مع انك تكسب بطولة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وكل ما تكسب بطولة اقفل ملف البطولة دي وحط الكاس في الدولاب وركز في البطولة اللي بعدها. عشان كده تلاقي ان الجماهير كلها بتتكلم على ان اللعيبة كلها بيخضعوا لكيان واحد وهو النادي الاهلي. النجم في النهاية بالنسبة لجماهير الاهلي هو الفريق مش اللاعب بس. اليوم السابع بيتكلموا ان فاركو يدرس عرضا مبدئيا من الاهلي للتعاقد مع عبدالله بكري في الصيف، طبعا لسه بدري على انتقالات الصيف. اخر حاجه في ترند الاهلي والحساب الرسمي لصفحه النادي الاهلي لكره السله، النهارده يوم المباراه، مباراه الاهلي مع استاد مالي نصف نهائي بطوله البال الافريقيه، المباراه ان شاء الله على صاله كيجالي في رواندا الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره. كل التوفيق يا رب ان شاء الله لفريق الاهلي. ترند المحلي، النهارده حساب بطولات بيقول ان روي فيتوريا بيتمسك بلعب مباراه وديه في شهر يونيو حتى لا يتاثر تصنيف الفراعنه قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2026 وقرعة كأس أمم إفريقيا
2024 حقه يعمل ماتش ودي تاني. هنلعب مع غينيا في مراكش يوم 14/6 والاجنده هتنتهي 20/6، فاكيد في تحضير لمباراه وديه ثانيه ممكن تكون في القاهره 18/19/20/6 خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه معايا والمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، احنا سالنا وقلنا افضل لاعب في مباراه الاهلي وانبي، تعالوا نشوف راي الناس على السؤال. استاذ رمضان بيقول حقيقي الفريق بالكامل نجوم، مش بس لاعبين ولا مدير فني ولا مدرب احمال، شغل ممتاز ولا جهاز طبي على اعلى مستوى من الاحترافيه. خلاصه الكلام الاهلي هو النجم وروح الفانيلا الحمراء هي سبب بريقه ولمعانه هذا الموسم. ده اللي كنت بتكلم عليه دلوقتي. جماهير الاهلي بتتعامل مع الاهلي ولاعيبه الاهلي ان الفريق الجماعي هو النجم مش اللاعب. مصطفى جمال بيقول الكابتن علي لطفي بعد فتره الغياب دي كلها واول ما يتحط في التشكيل يطلع بالثبات الفني ده يبقى هو رجل المباراه. مصطفى اختار علي لطفي رغم خروجه في الشوط الثاني. احمد الجمل بيقول حقيقي رايي الشخصي في ان نجم المباراه انبي هو مارسيل كولر، ولو من اللاعبين فهو مروان عطيه، يبقى اختار كولر ومروان عطيه. محمود ابراهيم بيقول كولر يستحق منا كل تحيه لانه خلى مفيش اساسي واحتياطي بقى كله شبه بعضه، وده حاجه تحسب للجهاز الفني بالمناسبه. حسن خضر بيقول مستر كولر هو رجل المباراه. استاذ احمد رضا بيقول مساء الخير عليك يا كابتن محمد، معاك احمد رضا من قريه الدهاريه مركز شربين محافظه الدقهليه، اهلاوي وافتخر، افضل لاعب بالامس هو محمد شريف، واتمنى ان مستر كولر يعالج اهدار الفرص السهله، واتمنى ان شاء الله نفوز بنهائي افريقيا. جماهير الاهلي فاهمه كوره كويس جدا، شكرا ليك يا استاذ احمد على مشاركتك. اخر راي معايا استاذ هشام محمود بيقول محمد شريف هو رجل المباراه. طيب دي تعليقات الناس على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه افضل لاعب. تنوعت الاراء ووجهات النظر ما بين محمد شريف، مستر كولر، علي لطفي، لكن في النهايه الراي بصراحه اللي كان شامل لكل ده، انت لو بتتكلم على جهاز طبي، جهاز فني، جهاز اداري، سكاوتنج، معد بدني، كل الناس دي يعتبر تيم وورك بيعمل شغل رائع جدا مع النادي الاهلي، عشان كده كلهم في النهايه بيجنوا ثمار هذا الشغل بنتائج مميزه سواء محليا او افريقيا. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي خلال المرحلة اللي جاية. عندنا مباراة طلائع الجيش يوم الجمعة، ثم سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين اللي جاي. 6 نقاط مهمة جدا عشان نقرب شوية من فكرة بطولة الدوري ونحسم اللقب بدري بدري عشان نحضر بقى لمعمعة الموسم اللي جاي. أنا مش عايز أتكلم فيها لغاية لما يجي وقتها، بس نخلص الدوري وإفريقيا والكل حادث حديث بإذن الله. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.